بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الأولين إلى الآخرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام، وحياكم الله في هذه الحلقة الخاصة المهمة. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتناول موضوع جدا مهم، وهو البيان الذي يتضمن نص فتوى، وهذا البيان صدر من مكتب سماحة المرجع الديني السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظله، الذي مضمونه على أنه يمكن ويحق إعطاء وصرف المستحقات الشرعية والمبالغ الشرعية إلى الشعب اللبناني، هذا الشعب الذي اليوم للأسف يتعرض إلى هجمات عدوانية من الكيان الصهيوني. إن شاء الله نتحدث بهذه الفتوى وفي هذا البيان بتفاصيله، بالبعد الشرعي لهذا البيان، مع سماحة الشيخ عبد الحسن الفراتي الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. السلام عليكم جناب الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، احنا اليوم نريد قبل البدء والحديث حول هذا ما جاء بهذا البيان، نريد نعرف اليوم كيف للمقلد أو المكلف أنه يعرف هذا بيان أو فتوى؟ هل هو هذا اليوم نقدر نطلق عليه اسم فتوى قبل الخوض والشرع في تفاصيله؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تحية لكم أخوتي وأخواتي المشاهدين الكرام، وتحية لكم سيدنا الله يسلمكم بهاء الغراب العزيز يحفظكم الله. فرصة طيبة نتحدث عن هذا الموضوع الهام، وفي خضم هذه الأحداث التي تمس العالم الإسلامي والشعب اللبناني. نعم. بالذات البيان كما نعم. تولي وقرأناه يعبر عن مضمون فتوى صدرت من المرجعية، توضح بأنه لابد يحق للذين يقلدون ومن المؤمنين يقلدون المرجعية الدينية أن يساهمون في هذا المأذونية الشرعية الصادرة من سماحة المرجع في هذا المجال، فالذي له من أموال الشرعية من سهم الإمام. زين. نعم، يعني هذه الحقوق الشرعية. نعم. زين، اللي هي الخمس والزكاة. نعم، وعادة الكلام حول الخمس. نعم. زين، حول الخمس. نعم. بلي، أنه هذه هي اللي تصرف، هي هاي اللي ينطوها لعامة الناس. إيه، في نصف هذا الأموال تصرف لهذا الجانب يعني. وهذا واقعا باعتقادنا نقل نوعية وانعطافة كبرى في مسيرة المراجع الدين عظام كما كانوا سابقا هكذا. بلي. باعتبار بأنه هذا أول شيء دحض. نعم. لمن يروج من التكفيريين والظلاميين والسلفيين وغيرهم بأنه أيها الشيعة لقد خدعوكم المراجع الدين، يأخذون أموال الخمس يعني يصرفونه لقضايا خاصة وشخصية. هذا سنة تاريخي، هذا البيان، هذه الفتوى أو مضمون الفتوى سنة تاريخي، وكذلك فتاوى الموازية الآن صدرت بحمد الله تعالى في النجف الأشراف وفي كربلاء وفي قم المقدسة، بأنه سنة التاريخ، بأنه نحن مع القضايا الإنسانية، مع المظلومين، تأسيا بقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته الكبرى والمهمة في وداعه للحسنين، كونا للظالم خصما والمظلوم عونا. هؤلاء مظلومون، فهذه الأموال الشرعية بإذن الله تعالى نصا شرعي تصرف للمستحقين. فالذي يروج ويهرج على مسيرة الولاية والمرجعية الدينية المباركة في زمن الغيبة بأنه تصرف لقضايا شخصية، ويكتبون مؤلفات ويقصون قصص معينة. صحيح، هذا النفس البعثي موجود. نعم. شيخنا الشيخ الفراتي الله يسلمك، هذا الأقلام البعثية اليوم للأسف احنا نشوفها في مواقع التواصل الاجتماعي. نعم. اللي تكتب أنه أخذوا فلوسكم، أنه دي يصرفوها، أنه المراجع دي يشترون بيوت، المراجع كذا، المراجع دي عندهم مستشفيات خاصة، وهذا التسقيط بهذه الشخصيات والرموز المهمة. مجموعة سيدنا، مجموعة فئات، فالفئة الأولى الخط التكفير الوهابي اللي يروج هالجانب،
خط آخر أكو جماعات منحرفة ظالة في داخل التوجه الشيعي تحارب التقليد مراجع الدين، تروج هكذا. وهذا النفس تفضلتم علماني بعثي يروج هكذا حتى يبعد الناس عن قيادتها الشرعية، حتى ينفردون بالأمة وبالمسيرة الشعب. زين، أنا أريد أسأل سماحتكم يعني جناب الشيخ، ما هي قراءتكم يعني القراءة الإجمالية خلينا نقدر نعبر عنها لهذا النص أو لهذا البيان؟ جاء النص بعد قراءة موضوعي للبيئة البيئة الإسلامية والبيئة الدولية والبيئة اللبنانية السورية العراقية وحال أتباع للبيت بالذات، بأنه هؤلاء تعرضوا لهجمة شرسة. نعم. وذكر البيان بأنه بالتحديد قال الكيان الصهيوني حدد. نعم. إذن اعترابنا هؤلاء مو يهود، هؤلاء كيان وصهيوني وليس إسرائيلي. هناك فرق بالتسميات. إن شاء الله نخوض هذه التفاصيل. نعم. إحنا بالحديث هؤلاء ضحايا هذا الإجرام الموجود، كانوا استمرار للمشاريع الهجمات على الشعب الفلسطيني، الآن بدأ يتجاوز على بلد آمن ومستقر. نعم. ما ذنب يعني الأبرياء في القرى والأرياف؟ أنت أيها العدو الغاشم المدعوم غربيا، مدعوم ما أدري أمريكيا. نعم. عندك مشكلة مع مجموعة شباب مقاومين سميهم. نعم. ما أدري في جنوب فلسطين، ما أدري في شمال فلسطين، عندك مشكلة مع هؤلاء، مشكلة تاريخية ونزاع سياسي ونزاع. نعم. عسكري ونزاع الآخري. أنت أبدأ حارب المقاتل، هذا منطق الإسلام. نعم. أما منطق الغدر هذا منطق أهل البيت، منطق الإسلام. كل العمالة الآن بدأت بؤرتنا من بداية الثلاثاء الأسود اللي يوم التفجير الموبايلات. هذا عمل إجرامي، لم يحصل في التاريخ سيدنا مثل هذا التاريخ، لم نشهد مثل هذا الشيء. العملية الناس قاعد ببيوتها ولا تنفجر، قاعدة بأمان الله في عيونهم وكذا، وكان مؤامرة جدا كبيرة واقعا، والغرب ساكت ولم يدن لحد الآن هذه، ولم يستنكر هذه الجريمة النكراء. بلدان أدانت، روسيا والصين وكوبا ودول أخرى، أما الغرب عجيب ساكت 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 ما يتكلم، وعقيرة ترفع باسم حقوق الإنسان في كل فترة وأخرى. هذا اللي جرى النظام، هذا غدر. إحنا منطقنا منطق علي بن أبي طالب عليه السلام، إذا عندنا حرب نواجهه بشكل صراح واضح. هؤلاء اليهود في عبر التاريخ يتفننون في الاغتيالات، يأتون من الظهر يعني يضربون الناس هم الغدر. نعم. يعني الموبايل عن مشتري على مكان آمن بأسراري، تخلي في الاي سي مالته مثلا تي ان تي، انفجر في عيني ووجهي، واطفال راحوا ونساء راحوا. واقعا هذا عملية جدا زين. انا اريد اسالك شيخ. نعم. يعني شيخنا الفاضل الشيخ عبد الحسن، انا اريد اسال يعني موضوع جدا مهم، هذا الموضوع انه الشعب اللبناني هذه مو اول صولة لهم. نعم. يعني لهم كان الحروب الاهلية في زمن الثمانينات. نعم. وجرت. نعم. بين الحين والاخر دائما كان التعاطف وياهم بخصوص ربما مرجع، ربما جهة معينة تتعاطف وياهم. اليوم ليش بالتحديد بالذات مراجعنا والجمهور الشيعي يتعاطف وياهم وصدروا بيانات واستنكارات وهناك الدعم اللوجستي وإلى آخره؟ لماذا هذا التجمهر في هذا الوقت؟ في الواقع يعني بدأ يصرح قبل يوم، صرحت الوسائل الإعلام الإسرائيلية، قالوا نقولها صراحة، الشيعة يهاجموننا من كل صوب. ماذا يعني تصريح واضح؟ هذا أقول هذا الشيء بتألم سيدنا، لأنه مع الأسف التوجه الآخر من جمهور المسلمين متفرجون وذهبوا مع المحتدي. صحيح. أخذرية صاحقة لتثني بعض الطيبين. والجمهور الشيعي الأبي الذي تتلمذ من الحسين سلام الله عليه وفضل العباس عليه السلام. صحيح. مجلس عاشوراء والأربعين المبارك والمنبر الحسيني. أحسنت. والشعار الحسيني كذلك كانوا مع المظلوم مهما كان، هذا منطقنا واقعا كان، نحن مع المظلومين أينما كانوا. نعم. فكيف هؤلاء
أيضا مظلومون وأيضا أتباع أهل البيت عليه السلام. فرفعنا عقيرتنا، مراجع الدين الكرام رفعوا عقيرتهم الآن، يعني خيم استلام التبرعات، الأموال الشرعية في كل مكان الآن في العالم الإسلامي. تعطلت دروس الحوزة العلمية في كربلاء والنجف وفي قوم. هذا واقعا تبشر بخير، هاي اللحمة الإيمانية. هذا هو استنكار، هذا استنكار اللي وموقف تاريخي أيضا في واحد في لبنان. بالفعل كما تفضلتم بأنه 15 سنة عاشوا من السبعينات إلى نهاياتها بداية الثمانينات حرب أهلية، ودمر كل شيء وتعلموا كل شيء بالدروس العبر الكثيرة. ولكن الآن نرى حتى الاصطفاف داخل الوطن اللبناني مع هذه الظاهرة. لماذا بدأت القنبلة الأولى يوم الثلاثاء الأسود من انفجار أصابع الناس، عيون الناس، كل الناس، قلب الناس بانفجار كذا؟ يعني هذا كان بداية الحرب. زين، نقدر نقول مثلا أنه قراءة الأوضاع المنطقة اللي حتمت على مراجعنا اللهم يحفظهم بإصدار هذه البيانات والدعم. نعم، كشفوا أن هناك مؤامرة ضخمة أكبر من أكبر من كل مرة. بدأنا لأنه حوالي من الآن أشهر كبيرة في قضية غزة كان الذي يضرب ويستهدف ويقوي هم الوجود شمال فلسطين، فهاي القوة بدأ الآن توجهوا نحو ضرب القوة ولم يبدأوا في مواجهة القوة المقاومة لهم. ماذا وجدوا؟ ضربوا الأبرياء، ضربوا الأبرياء صحيح. القرى، هذا خسة، هاي خسة صحيح. هذا عمل جبان، ولا سيما بأنه قوة المقاومين يعملون تحت الأرض، العدو الغاشم فوق الأرض، فلهذا ما يقدر أن يواجه المقاومين، يضرب الأبرياء عسى ولعل ماذا أن يثوروا وينقلبوا على المقاومين. وشفنا الآن هجرة كبيرة، الآن ناس سياراتهم توب بيروت، هذا مو أول مرة بالنسبة لهم. والآن واقعا التحول كما قلت الآن بتداعياته في سوريا والآن في العراق، الآن أصبح حاضنة ومستعد يكون حاضنة لاستقبال هؤلاء لأنه صارت موجة. وهذا المحور الخط نسميه الولائي الشيعي سميه ما شئت، لبنان سوريا العراق خط أهل البيت هذا، وأسميه خط السبايا، سبايا التاريخي الذي انطلق من كربلاء ذهب للموصل ذهب ثم إلى حلب إلى بعلبك ورجع على الشام ورجع من الأنبار ثم من عين التمر إلى كربلاء. هذا خط السبايا الآن بدأ يتحرك من التاريخ دعات اليوم، يعني التاريخ ده يعيد نفسه نفس أحسنته. فلا بد أن ننهض، والفعل مراجعنا التفتوا بأنه مؤامرة كبيرة بدأت لضرب الشيعة، بدأوا من لبنان وسوف يتوجهون نحو أماكن أخرى. فلهذا كان الرد في مستوى الرد والردع كان مستوى الهجوم الشرس. زين، احنا نبقى في ضمن هذا الإطار. نعم. إطار البيان والفتوى. نعم. لأن هذا هو صدر من المكتب. نعم. أنه بتقسيمات أنه هذه الأموال وهذه المستحقات والحقوق الشرعية تصرف على الجرحى. نعم. على النازحين، على الشعب اللبناني. نعم. ولكن كان ضمن قيد المؤمنين. نعم. ضمن هذا اليوم إذا واحد يريد يسأل جنابكم يقول يا ولله الحمد بالعراق الشعب العراقي قال له الشعب اللبناني أبا كل الهلا بيكم، بيوتنا موجودة، حسينياتنا، العتبات أشارت إلى مدن الزائرين، الفنادق في المحافظات فتحت أبوابها لاستقبال الأخوة من شعب لبنان. هذه صرف الأموال. نعم. شلون راح تكون؟ لابد اليوم المتبرع واللي يريد ينطي حقوقه الشرعية بالعادة يوصلوها إلى وكيل حاكم الشرعي. هسه حاليا هم بالضرورة يوصلها للحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي؟ لو أي شخص متبني ويقول يابا أنه أنا أوصل لكم هذه الحقوق بشراء المواد والدعم اللوجستي ننطي الفلوس. الحمد لله الفتوى لم تطلق على عواهنها كباقي الفتاوى. حلو. فتحت أبواب المرجعيات والوكلاء انطلقوا وخيم استلام التبرع بدأت. الأولى تقدم للوكيل الشرعي لأنه أفهم بنص الفتوى مضمون الفتوى. توزيع المؤمنين هذا حق طبيعي، المرجع الديني يمثل من ناحية الشرعية من تقليدية من قبل المؤمنين.
في وجه المؤمنين. نعم جاءك مثلا شخص في السياق هذا بحاجة لحكم خاص. بل كمثال شبهه في زيارة الأربعين مواكب الحسينية الأصحاب الوقف وقفوا إلمن لزوار الحسين عليه السلام كامل. نعم يأتيك في واحد مصور غربي مو هدف الزيارة يجي يصور المعالم هذا الشيء أنا ما أعطي أكل ما ضيفه من هذا الباب والسياق العام كله في خدمة زوار الحسين عليه السلام. فالمفردات بسيطة هذا يعني هاي الشواذ أنا ما أريد أتناولها أو هذه الالتفاتات البسيطة ما أريد. إحنا نحكي في الجوهر جوهر. هذه الأموال مثلا تصرف المؤمنين لا غيرها مثلا تصرف داخل العراق من يجونه لو تصرف في لبنان يبدو في قيد الفتوى هناك الذين أصيبوا وتضرروا وهجروا أصيبوا قيد بني للجرحى نعم نعم وللهجروهم وهجروهم وتضرروا يعني دمرت بيوتهم هكذا ماذا يعني لابد أن نعمل أن تعاد لهم بناء البيوت تألموا جرحوا يداوون في المستشفيات لا يعني هذا لا تسمح لي شيخ فرات فدوى أروح لك الموضوع بتفاصيل كبيرة مو بس ننطي مثلا قرصة خبز وها هي لا لا طبعا يعني إذا رجعت ديارهم إن شاء الله ترجع سالمة غانمة من الممكن بناء البيوت تعمير المدارس المستشفيات عندهم أيتام الآن عندنا يومية حتى لحق باللحق أدخل الاستوديو معكم عائلة لبنانية نعرفها ساكنة في كربلاء أهلها الآن انتهوا في لبنان هؤلاء عندهم أيتام عندهم فقراء بيوتهم تدمرت لابد هذا والذين هجروا هذا الذي هجر الآن يجي وين يسكن في كربلاء على عيننا ورأسنا نعم فلا بد أن نطعمه ونفكر بأولاده مدارس الآن بدأ العام الدراسي الآن بدأ والقصف بدأ الإسرائيلي نهتم بهم هذا كل هذا يدخل فيها العنوان العريض ما تشوف أنه هذا النص هو بيان أبوي ورعاية حقيقي يعني نعم نعم رعاية مباركة وهذا دور المرجعية الدينية نعم هؤلاء كانوا آمنين موفر لهم كل حاجيات وإذا باعتداء غاشم كانوا سالمين أصيبوا بالجرح كانوا آمنين ساكنين خر عليهم السقف فلا بد أن الضرر يذهب عنهم وكانوا قاعدين في بيوتهم هجروا ذا المحاورة الثالثة ترجع لهم وهالأموال تصرف لهؤلاء في هذا النسق وفي إطار أحسنتم زين هذا التوظيف يعني توظيف أو نقدر نقول كيف توظف الفتوى لإغاثة الشعب اللبناني شلون نقدر نوظفها أكو عوامل مثلا للتوظيف لو هو بس ننطي الفلوس وخلص هاي لا هذا الأسلوب يعني أصبح باليا عفية عليكم والآن أصبح أن العالم تطور الآن حتى الكفالة كفاءة الأيتام بحيث الكفالة شاملة هو يعطي أكل وروح قد يتحول إلى دائلة هذا الشيء يعني ما يعرف شو يصرف أرعاه اهتمام يعني مدرسته ملابسه تربيته عنده مشاكل نفسية فقد أبوه قدام عينه تهجر طفل صغير الآن راح يجي نستقبله في العراق وفي أماكن أخرى في سوريا والآن شاف قدام عينه قصف مو طبيعي لحد الآن يقوم بالليل كابوس الليل يأذيه فلا بد أن نجيب بحاجة مصحات نفسية بحاجة دور العلماء الدين يزورون هؤلاء يعطيهم كأطباء روح لهؤلاء نعم طيف. دور الحركة النسوية الإرشاد عفية الأسري عليكم شيخنا عفية في عليك. الجانب المواكب الحسينية الآن دورهم تاريخي وكبير يدخلون هؤلاء جاءوا ولد الحسين خو ما يقصهم هم دائما سباقين بهذه الأمور فهذا الفرصة تاريخية الآن لابد نتعاطف وهذا واقع يذكرنا ما حصل في الموصل من إخواننا في تل عفار مواقع أذكر الحسينيات التي مطلة على الشارع خط النجف كربلاء كلها استوعبت هؤلاء فتحوا البيبان احنا كنا ذكرنا كنا نزورهم ونقدم بعض المساعدة مع الأخوان الأعزاء العيد ملابس بعضهم كان مثلا بالموصل عنده ملابس ما يلبس عباية ملابس قروية شاف كربلاء مدينة أعطوهم هدايا أبي لهم نعم قسم حتى نوع الأكل كان يختلف مذاقهم وهكذا تعايش يعني التعايش فهذا الجانب لابد أن نهتم بهم يعني بكرة لازم نفكر احنا حتى نجيب طباخ يطبخ أكل للبنانيين يجيب طباخ لبناني بنكهة لبنانية تقديرا واحتراما لهؤلاء نعم يعني بهذا العمق نعم نعم لأن هذا كان آمن في مدينته وقد هذا الأكل قد ما ينسجم ويا نفسيته هذا من نوع التكريم وأنا الضيف
لابد أخذ رأيه عندما أسوي له الطعام. هذا ضيف، ضيف الحسين، يعني بعد أخلاقي، نعم، بعد تربوي، نعم، بعد اجتماعي، جميع الجوانب. لعب هذه فرصة تاريخية. العراق الآن مقبل على تحول كبير وامتحان أيضا صعب آخر، وسوف ينجح فيه كما نجح سابقا في هذه التحديات السابقة. هو حقيقة تحدي، واليوم جناب الشيخ شماتنا هواي، جنابك أشرت وعددت في بداية الحلقة، أكو جهات تدفع لهم فلوس، تدفع لهم أموال حتى يسقطون هذه العمامة الكريمة، حتى يسقطون مراجعنا، حتى يسقطون، حتى يسلبون معتقد شبابنا بهذه الحوزة العلمية. ولكن اليوم لا، بهذه الفتوى، بهذه النصوص من قبل مراجعنا أطال الله في أعمارهم، لا يعني حقيقة تواجه وتحارب هذه الذباب الإلكتروني اليوم الموجود. هو حقيقة إلى وجوده وإلى جمهوره وتواجده وتعامله مع الناس، ولكن نعيد الثقة ببعض شبابنا اللي بعض الأحيان تدري الشاب المراهق أو بعضهم تكون عنده زعزعة بالنفس. فمن خلال هذه النصوص، من خلال هذه البرامج، من خلال مؤسساتنا، من خلال مواكبنا، إعادة الثقة بهذه الشباب. أنا بس أريد أسأل، هل هناك يعني من الممكن أنه التثقيف الإلكتروني ينفع لهذه الأغاثة؟ بالتأكيد. نعم. أول شيء الآن آخر حصائب هناك عندنا حوالي 7000 ذباب إلكترونية تجند، وشاهدناها حتى في قضية الأخيرة في موضوع الأحوال الشخصية، كيف انطلقت هذا الذباب الإلكترونية في يوم واحد وفي ساعة واحدة، وتوجيه مركزي لمهاجمة هذا النص الشرعي وهذا الفقه الجعفري، وكأنه إحنا متجاوزين على حقوق الإنسان في الوقت الذي كان هو القانون، كان هو قمة الديمقراطية، قمة الإنسانية، قمة الحرية، لأنه هناك جهات توجههم وسدفوا. هذا 7000 جندي، جيش، ذبابة مهيئة بيشتغلوا الآن، بأنه ماذا يقولون؟ طبعا ما يجروا منه لنستقبل الضيوف. لا، العراق الآن في خطر، الآن العدو الإسرائيلي بدأ يتوجه لضربنا، خلنا نستعد، وين نروح؟ بدأ الآن يروجون على فكرة، حتى ماذا يشيعون ثقافة الخنوع والخضوع والاستسلام للعدو الصهيوني. متناسي الآن هو العدو الآن يترنح، الآن هو خائف، يعني هذه الهجمات الإنسان يستخدم أسلوب الكي، أسلوب القصف، فأنا فاشل. اللي يستخدم أسلوب الاستخبارات يختلف. أنا حتى أذكر سيدنا في العراق كان قبل يعني تكثر السيطرات في العراق، ليش؟ استخبارات ضعيفة، يكثرون التفتيش، صح، لما يقوى الاستخبارات ولله الحمد تغير الحال، رفعت النظام الصهيوني عندما يخصف ضعيف، وذا يدري بأنه هنا أكو مقر انطلاق الصواريخ مثلا يضربها في مكان ما يعرف، فيضرب هكذا، هذا الضعف مقوته. فهو في الآن في حي صبيز، هو الآن واقع في مشكلة تاريخ كبرى، يجي يفكر ضمو العراق مستحيل شيء. هو العراق بدأ ينطلق، بدأ يعمل، بدأ يستوعب هؤلاء لا أنت تدري، نعم، شيخنا، شيخ يعني الشيخنا الفاضل، نعم، الفراتي، إنه البعض يقول يا بترى هو إحنا شعبنا جوعان، ليش تودون هذا الدعم وهذه الأموال إلى الشعب اللبناني؟ خو هم يحيرون بوضعهم. نعم. هنا شنو دائما شلون نقدر الرد، أو مو شلون نقدر الرد، نعم، شلون نعلق على هذه المفاهيم؟ أول شيء شيمة العراقيين وكرمهم مضرب للمثل، هذا اللي يتكلم هذا يبدو لما يراجع عراقيته، إذا هو منطق الوطنية يتكلم به زين، واقع في لغة الوطن والمطنشين يتكلم بهم، هذا أنت راجع أصلك. حسبك أو واحد، إذا أنت إنسان مسلم، الإسلام يستحب أن يشر في السلام، كان يقول بغراء السلام إن الله يحب إشاعة السلام وإكرام الطعام أو طعام الطعام، نعم، بغراء السلام واحد. إذا أنت كنت شيعي فهي ملحمة أربعينية، من يبرع بها الفقراء يتسابقون قبل الأغنياء في العطاء، هذا اللي شفناه. جيد، أنت من أنت؟ تنتمي لأي هوية؟ راجع هويتك الوطنية والإسلامية والشيعية أولا. الشيء الثاني، هاي فتاوانا ليس إجبارا وسيفا، حكما شرعيا. أنا عندي أموال
فقهانا أبوابهم متعددة. بعض مراجعنا يجوزون من أموال شرعية تعطى للمواكب حسينية، بعض يجوز الجوامع مو المواكب حسب تصنيفات الفتاوى لهم. بحمد الله تعالى في قضية فلسطينية، في قضية العدو الصهيوني، من مراجع السابقين في النجف أشرف وفي كربلاء الإمام الشيرازي غيره والحاليين متفقين على قبل أنه هذا عدو غاشم، هو هذا العدو عدو غاشم محتدي علينا، وهؤلاء مظلومون لابد أن نأويهم كما آوينا اللي في قضية الموصل. إذا إحنا ننتمي إلى الوطن ها واحد، هؤلاء مسلمين هؤلاء شيعة، شعبنا جوعان، أول شيء إحنا ما قاعد نجبر الآخرين ولا مرجعنا قاعد يجبر. هذا موضوع التبرعات يختلف، الأنفاق والتبرعات شيء، هذا موضوع في الموضوع السهم الشرعي. أنا عندي حكم شرعي كان بإمكاني سابقا أطيب هالاتجاه طيب هالاتجاه، نفس الصرف ماشي، الصرف الشرعي ماشي، توجهات تختلف زين، لماش أكو ظرف طارئ. وثاني شيء الآن العراق هو أيضا جزء من منظمة الهلال الأحمر الدولي، تشارك مشاريع كل دول العالم التالي في شيء، في الزلازل شفناه بالتالي الآن مثلا صار زلزال ضخم في تركيا وسوريا، لا بسوريا وراح له دعم أحسن دعم جانب إنساني. فيبدو هؤلاء يعني ثبت أن بالواقع ذباب إلكتروني يعني بس يأثرون على شبابنا، يأثرون على ولدنا، يأثرون فرصة أن أخواننا الأعزاء ينبرون هاي الفتاوى ينشروها يوضحوها يتكلمون معاهم هؤلاء بأنه أنت شنو تنتمي لأي جهة أنت أي مسلك، لكن إنسان كإنسان هؤلاء بغض النظر السبب منه كان. واحد يقول والله ها صوت المقاومين تحارشوا بيهم فردوا هكذا، بغض النظر خلينا نتكلم معهم مثل الآن الأيتام والأطفال اللي أزورهم أعطيهم فقراء، هل أنا إذا أشوف مثلا كان السبب الأب في قضية استشهاده وقتله ما أعطي ابنه يتيم له أعطي أعطي؟ فأخلاقيا مو صحيح أقول والله ما دام أبوه كان هو سبب في المنازعات ما أعطي أخلي ميت من الجوع، كلام مو منطقي هذا. ما دام الوضع العراقي السياسي وكان أبوك إذا داخل الموضوع وتصرت يتيم لأن أبوك دخل في الوضع السياسي، إذا أو لأن إحنا وضع العراق مثلاً ما يتحمل، فإحنا هسه حالياً ما من الممكن مثلاً نستجير بالله نستقبل ضيوفنا من الشعب اللبناني، هسه يقول لك إحنا ما مستعدين نستقبلهم. أنت ما مستقبل حضرتك، أنت براحتك مورد أنت. ولله الحمد. أحسن. ولكن أكو كان رد أنا جميل شفت البارحة من الكثير من الصفحات. علنت وناس وعلقت قالوا يابا إحنا مستعدين وياكم بالسراء والضراء. هاي نعمة. هذا واضح نعمة. مثل منطق الأربعينية كل سنة. لو تطون الأموال للفقراء هو من يقعد يأكل؟ وهذا المتكلمين هؤلاء لا يهم الفقراء ولا عندهم مشاريع ولا عندهم أطروحات حضارية لبناء الإنسان، لا فكر أحسن، لا ثقافة، لا أولا دائما واخذ ذباب يعني سلبي من أجل زرع روح اليأس وعدم الأمل في مجتمعات. بالعكس الآن على اسم العراق صار عزيزا، إن أول طائرة تدخل مطار بيروت ولو في شيء رمزي بها معونات عراقية هذا شرف لنا، شرف حقيقة. كان صدام المجرم كان يترس العالم من تونس والمغرب إلى حتى في فلسطين بنيابة تعالوا هاكم أموال وبدوافع سياسية دوافع كذائية زين، الآن فرصة تاريخية خلي يشوفون منطقة البيت بأنه هذا منطقنا باب المفتوح للجميع. فهؤلاء كانوا ساكتين مصدام يصرف أموال، كشفت الأوراق بالتالي كذا ألف صحفي يأخذ رواتب شهرية من صدام وزارة الإعلام العراقية تصرف عبر البنوك الأردنية توزع لبيروت توزع لهؤلاء مهما كان يتكلم. الآن بحمد الله شيء مكشوف، تعطى أموال للناس الفقراء الضيوف كذا ونازحين ورا فترة يرجعون إلى أهاليهم. أحسنتم بارك الله بيك على هذا التوضيح. نأخذ يعني نتركك في وقفة بسيطة سماحة الشيخ وننتقل إلى سماحة الشيخ جلال معاش، اسمح لي. طبعا مشاهدين الكرام ننتقل إلى سماحة الشيخ جلال معاش عبر الاتصال الهاتفي، وكيل سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظله.
في لبنان ويانا على الهواء مباشرة. السلام عليكم جناب الشيخ وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وتقبل الله أعمالكم جميعا. اللهم يحفظك ويبارك بك. سماحة الشيخ، كيف كانت قراءتكم لهذا النص ولهذه الفتوى التي أطلقها مكتب سماحة السيد المرجع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم. تحياتي لكم وللكادر الإداري، الله يسلمك، والحسن الفضائية، وسماحة الشيخ العزيز الفراتي، الله يسلمك، وليخ والمشاهدين جميعا، الله يسلمك. في الحقيقة أنا في المقدمة أبين مقدمة قبل إجابة على السؤال. تفضل. أن الشعب اللبناني في هذا الظرف يعيش فاجعة كبيرة وأزمة كبيرة، يعني مهما يكون الإعلام ينقل ما يجري في لبنان، ولكن القضية أكبر 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 بكثير، لأن وسائل الإعلام لا تتمكن أن تنقل الصورة الكاملة لما يعيشه الشعب اللبناني، وبالخصوص شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الضغط الكبير الذي يتعرضون له تعرض، لأن اللي أصور هذه الطريقة لأول مرة يحدث في لبنان، بلي. لا في حرب تموز عام 2006 صار هذا الشيء، لأن الضربة كانت محدودة معروفة. الآن الشيعة ينتقلون من مكان إلى مكان، يعني مثلا أهل الجنوب يأتون إلى بيروت، أهل بيروت لا يأتون إلى أين يذهبون، أهل البقاع جاءوا إلى بيروت، أهل بيروت ذهبوا للبقاع. لا إله إلا الله، يعني الضربة ضربة مخططة لجعل الزعزع والهرج عند داخل الشعب اللبناني، فيعيشون ضرب. ومع الأسف الشديد، وأقولها مع الأسف الشديد، ما كان هناك تهيؤ، وكان احتمال الحرب قائمة منذ أشهر، مو الآن. الحرب هذا الذي حصل اليوم كان احتمال يحصل قبل أشهر، بلي. ولكن مع الأسف ماكو ذاك الإمكان، ما كان متهيئين. المفروض المسؤولين يتحملوا هذه المسؤولية، لازم يهيئون الأمور أنه إذا صارت الهجرة وصار النزوح، أكو هناك إمكانيات السكن، إمكانيات الطعام، إمكانيات الفرش والإيواء بشكل مناسب. لكن جزى الله المؤمنين خير الجزاء، جزى الله كل هؤلاء الذين فتحوا أبوابهم، أو بالنسبة للمدارس أو الحسينيات وما أشبه ذلك، كل من تمكن أن يقدم شيء جزاهم الله خير الجزاء. ولكن أحب أن أنقل أن الصورة مأساوية جدا، أكثر مما تنقلها. يعني الشيخ جلال، الشيخ جلال، أنا بس أريد أسأل جنابكم سماحتكم، الله يحفظك إن شاء الله، يعني اليوم الإعلام ما قاعد يغطي بالتغطية الكافية؟ لا في تغطية، بس ما يتمكن. مثلا إذا مثلا فلان من النبطية أو البيتارية أو البابلية أو مأسور أو بعبك أو سرعين أو بيروت، أي منطقة تضرب، يجون مكان محدد إلى نخل بعض الصور والدخان والنار من البعيد، وينقلون صور عن عائلتين ثلاث أربع عوائل. بس هم الآن نصف مليون حبيبي، نصف مليون نازح. تدري شنو لبنان؟ مو كبيرة، لبنان صغيرة، يعني نفوسه مو كثير، 5 ملايين نفوس لبنان. عندما نصف مليون نازح والشعب يعيش حالة اقتصادية مأساوية الأربع خمس سنوات من نزول الليرة وصعود الدولار وموضوع الكورونا اجتي، فهم يمرون بظروف صعبة. سنوات مرفأ بيروت، انفجار مرفأ بيروت وما أشبه ذلك. صحيح. من المآسي صعبة. يعني هم يعيشون مآسي كبيرة وجت هاي المأساة الكبرى. طيب الناس وين يروحون؟ إلى أي بيت يسكنون؟ إلى أي مكان يذهبون؟ فالإعلام ينقل بعض الصور، ما ينقل الصور. حسب أنا اتصالي بالعوائل واتصالي بالناس وتواصلي معهم، يعني حالة مرات حقيقة تنفجر بالبكاء، يعني دموعك تجري لا إراديا لما يعيشه هذا الشعب المسكين، هذا الشعب المظلوم. نعم. شيعة محمد
هذول الذين شوف الحراب عليهم في كل مكان. المهم لعد أنا الله يسلمك، أنا شكرك على هذا التوضيح ونقل هذه الصورة المهمة، ولكن أنا أرجع إلى نص كلام سماحة السيد المرجع أطال الله في عمره. هذا النص وهذا هذه الفتوى كيف كانت لكم هذه القراءة في ضمن هذا النص؟ طبعا سماحة السيد المرجع دام ظله، هاي مو أول مرة وباء مراجع الكرام قبل أو غير في مرفأ بيروت وغير أي أزمة كان يمر بها الشعب اللبناني المظلوم، كان سماحة السيد المرجع إلى موقف وإلى بيان زين، يعني يصدر بيان مثل ما نصدر هذا الأسبوع، هذا الأسبوع اللي صدر بيج بيان واضح. نعم أقول هذا مو أول بيان سماحة السيد المرجع في قضايا لبنان، في كل قضية من الصير يصدر بيان نصرة لهذا الشعب المظلوم ولا سمى سيعة أهل البيت زين. فهذا البيان الأخير طبعا ترك انطباع كبير عند المقلدين وتفاعل كبير عند المقلدين وباقي المرجعيات وكافة الشيعة وكافة المسلمين أنه المرجعية مهتمة بحيث أجازت أن يطلب للسهم الإمام في مختلف الأمور بدون أن يراجعون المرجع وبدون ما يراجعون الوكيل. أحسنت، هو هنا كل واحد مقلد عنده إمكانية يلا. كما تطلبيها من عدد دول من أوروبا من ألمانيا من أحسنت. أفريقيا أن شيخنا إحنا عندنا أموال يمكن أن نصرفها نعم بناء على هذه الفتوى. شيخ جلال أنا أريد أسألك نعم، كونك أنت وكيل أنه بالعادة الناس تنطي الحقوق الشرعية لوكيل المرجع أو للمرجع نفسه أو من ينوب عنه، أنت حاليا هذه الأموال شلون توصل لكم؟ الناس تخابركم؟ شلون راح تعطيكم؟ شلون راح تستلموها؟ المن الآن صرفوهين بالتحديد؟ الآن بالنسبة للبنانيين يعني هو كل لبناني ميجي الآن يعطيك الأموال أو على تعبيرهم يجي يعطيك المصاري أو يعطيك سهم الإمام، وإنما هو عنده أقرباء وعنده أهل وعنده جيران وعنده أصدقاء، فهو ده يصرف بدون ما يرجع المكتب زين. لأنه مو شرط يجي يسلم المكتب، ليش؟ لأن الظروف قاسية، المكتب ما يتمكن يصل إلى كل المناطق بهاي الحروب وهاي المشكلة، فكل ما هو مقلد كل من مقلد عنده خصوص بإمكانه سهم الإمام يصرف به حسب ما يرونه صالحا أنه للمحتاجين وللنازحين والمضطرين يعني هذه الأموال مو تنقل من بلدان حتى تتوجه إلى لبنان، أريد بس هذا لا هذا القيد داخل جاوبنا لا ما لا هو هي فتوى عامة عامة يعني كل من يريد تعطي من سهم الإمام لهذا المشروع سماحة السيد المرجع أجاز للنازحين، إحنا ما لنا علاقة بالجانب السياسي، الجانب السياسي والحروب واللعب الدولية واللعب الإقليمية إحنا ما لنا شغل بها، إحنا نصرة للشعوب دائما الشعوب هي طبعا حسب وماكو واحد يفكر نعم. بالشعوب لأنه السياسة لها مصلحة، إحنا دائما نقف مع المظلومين، دائما نقف مع الشعوب المظلومة، ما لنا علاقة بالمؤامرات واللعب اللي تصير هنا وهناك، زين؟ إذا تجي ذول الشعب شنو 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 ذنبهم؟ ورا هالمأساة، شنو من ورا هالمأساة؟ هاي المأساة تجف على هؤلاء الناس المساكين، لا ناقد ولا معين ولا واحد يهتم اهتمام، زين؟ الكلام إنه أنا ما أدخل في الجانب الآخر حتى أبين جوانب أخرى القضية. نعم. ولكن راح أترك الجانب السياسي، راح أترك الجانب المؤامرات الإقليمية. لا إحنا نسولف ضمن الفتوى سماحة الشيخ. أنصر الشعب. ضمن هذا النص، نص البيان والفتوى إحنا نسولف به، ما راح نخوض لأن هو الموضوع إنسان اليوم، مو موضوع سياسي ولا موضوع إقليمي ولا موضوع دولي، ما لنا علاقة. هذا الاعتداء هو الاعتداء الصهيوني على هذه الفئة، موضوع إنساني قاعد نأخذه. حتى سماحة السيد الأبعاد المتناولها في هذا الباب في هذا الجانب جوانب إنسانية، ما متطرق إلى موضوع آخر. ولكن أنا أسألك على وجنابك كان التفاتة لطيفة إنه الشعب اللبناني هو ينفق وهذه الفتوى هي عامة، تسمعني جناب الشيخ؟ نعم نعم بلي. نعم. أما هنا بالعراق إن شاء الله نكون في خدمتهم، نخليهم على رأسنا، نخليهم ببطن عيوننا. شلون يكون نعم التعامل؟ ننطي الأموال إحنا إذا تسمح لي اليوم المقلد أو المكلف أو اللي يقلد سماحة السيد إنه ينطيها للوكلاء لو هو يروح ينفقهن.
لا شوفوا، هم لازم البرنامج في اذا كنا نازحين الى داخل العراق، نعم للنازحين داخل العراق، على كنا نازحين داخل العراق ونازحين داخل ايران ونازحين داخل سوريا ونازحين في داخل لبنان، شايف شلون؟ نعم. فيمكن صرف المبلغ في اي مكان بي نازح لبناني، لطيف، اي مكان لبناني موجود هارب من الحرب وفار من القضية ومتضرر، أو بالتعبير اللبناني يسموه النازحين، هؤلاء يصرف عليهم سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في أي دولة أخرى، لأنه الآن في تشتت كبير صاير، يعني الشيعة متوزعين في عدة مناطق، فأي مكان موجود نازح لبناني بإمكان الإنسان أن يدفع سهم الإمام إليه ويقدم هدية جزاه الله خير الجزاء. التجار عندنا لا وقت التجار، يعني مو حننتظر فقط والله الفتوى والمرجعية وسهم الإمام، لا، أنت التاجر، أنت التاجر، أنت التاجر، عندك أموال ضخمة، أنت الآن أنت اللبناني عايش في أفريقيا، أنت اللبناني عايش في كندا، عايش في أمريكا، عايش في أستراليا، نعم أنتم عندكم أموال ضخمة، لازم الآن هذا الوقت لازم يقفون، مو على موضوع سهم الإمام. إحنا سهم الإمام المرجعية جزاه الله خير الجزاء المرجعية وقفت، ولكن أكو جوانب أخرى مهمة كذلك مساندة لبيان المرجعية، صحيح؟ أحسن، جزاك الله خير، هذا المقصود، يعني ليضل الكلام كله على المرجعية وبيان المرجعية وإجازة المرجعية، هذا نعم مطلوب، هذا موقف سجلت المرجعية للتاريخ، أن المرجعية الشيعية مو مرجعية منفصلة عن جمهورها، مو المرجعية منفصلة عن الشيعة، مو المرجعية منفصلة عن المقلدين، وإنما هم يتابعون ويراعون هذه القضية بكل ما تعني الكلمة من مراعاة. ولكن أيضا أنا عندي كلمة إضافة أستاذ سيد بهاء حبيبي، نعم. عندنا كلمة للتجار الاقتصاديين اللي عندهم أموال، الآن بعض التجار في لبنان يستغلون الجانب التجاري، لازم التاجر اللبناني الآن داخل لبنان مستقل الوضع يفكر بالأرباح، لازم الآن ما أقول له بأقل من السعر، بأقل لا بنفس بدون ربح بيع البضاعة مالتك، لا، بعض التجار الآن يستغلون الوضع ويبيعون بأسعار مضاعفة، أنا هذا خطاب، أنا هذا خطاب، صح هو سوم عن الفتوى، ولكن في نفس الوقت لازم نركز على أنه هذا الجمهور المسكين، هذا الجمهور المظلوم المضطهد الذي له الكرامة وله العزة الآن يعيش في حالة ذلة غريبة، هذا لازم التاجر إذا نقول له مربح أقل بيع من نفس السعر، لا تكدس، لا تتخلي بالمخازن حتى لا تعال تصعد، الآن وقت زيان. الجانب الإنساني أن نقف مع هؤلاء المظلومين، أحسنتم. إلى جانب الفتوى المرجعية، إلى جانب سهم الإمام، أحسنتم. إلى هالجانب لازم حركة عالمية تصير لنصرة هؤلاء. أحسنتم شيخ جلال معاش، بارك الله بك على هذا التوضيح وجزاك الله خير، ونسأل من الله العلي القدير أن يدفع هذه المأساة عن هذا الشعب البسيط العظيم حقيقة، الموالي العقائدي، نسأل من الله أن يدفع له يعني حقيقة مأساة. إحنا حاليا المخرج دي يطلع بعض اللقطات إلى يعني الشعب اللبناني والمأساة الذي تمر به، نسأل من الله أن يدفع هذه الغيمة عنهم بحق محمد وآل محمد. شكرا لجنابكم شيخ جلال معاش وكيل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى سيد صالح الحسين الشيرازي، أدام الله ظله، الله يحفظك إن شاء الله. طبعا سماحة الشيخ موضوعين حتى استثمر الوقت، الأول أنه مؤسسة مصباح الحسين للإغاثة والتنمية التابعة لسماحة السيد صادق الحسين الشيرازي أعلنت عنوان وتحت شعار بجمع التبرعات معا لإغاثة لبنان، هذا موضوع جدا مهم، واليوم هم كذلك متابعينا مشاهدينا من أنحاء العالم، أي شخص يحب يشارك ويدعم الشعب اللبناني من الممكن أنه يتواصل ويا مؤسسة مصباح الحسين، هذا مهم، واحنا نطلب من باقي المؤسسات فتح هذه الابواب والتعميم في قضيه الدعم اللوجستي. اسال جنابك سؤال مهم، موسى عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام يرضى بهذا الفعل اذا كانوا هم ينتمون الى اليهوديه والى موسى النبي موسى عليه السلام؟ احسنتم، بصراحه بشكل صريح اتكلم نخاطب الجمهور الكريم، هؤلاء ليسوا من أتباع موسى عليه السلام، ما لهم علاقة، وهم يدعوا، هذا الدعاء باطل، والتستر
الدين لحركة صهيونية ماكرة بغيضة هو استمرار لخطط المشروع الصليبي. عندما فشل الصليبيون في المنطقة وهزموا خلال 500 سنة، نعم، جاء الدور بأنه يجمعون هؤلاء، أولا يتخلصون من هؤلاء اليهود في المنطقة ويجعلهم كماشة لضرب المسلمين وضرب الشيعة وضرب المنطقة الآمنة وقلب العالم كله الشرق الأوسط. مشروع مخطط، يعني الكيان له اليهود، اليهود أصبحوا كماشة من هؤلاء. هذا السؤال نحن دعينا بأنه هؤلاء مو يهود حقيقيين، هؤلاء ينتمون إلى فرقتين مجموعتين. الفرقة الأولى هم الذين هم سلالة الذين لعنهم الله وعذبهم وجعلهم قردة وخنازير من هؤلاء، من هالقوم ممسوخين. نعم ممسوخين هؤلاء، وبعضهم معقبهم بعضهم من نفس القوم الذي تكبروا وتجبروا. السلالة الثانية الذين هم نزحوا إلى إسرائيل بطريق هجرة، الذين سكنوا شرق أوروبا بعد الغزو الغزو المغولي. هؤلاء المغول الخزر يسموهم، هؤلاء بعدما هزموا وتفتتوا عاشوا منطقة شرق أوروبا. زين هؤلاء ما بين كماشتين، ما بين تحديات المسلمين وتحديات المسيحيين، لا هم مسيحيين ولا هم مسلمين، ونال توجههم وثني تقريبا، فأصبحوا يهود في ظروف غامضة. فمن هذا الباب تبنوا اليهودية. عندما انهارت دولتهم المغولية الكبرى عاشوا في أوكرانيا، عاشوا في القفقاز، هم الآن سكنوا سابقا ما بين نهر الفولغا والقفقاز وسكنوا هذه المنطقة. ثم عندما صار مشروع تأسيس دولة الصهيونية جاءوا بهم وسكنوا هذه المنطقة. وأكثر هؤلاء الآن في إسرائيل هم من أتباع هؤلاء الذين عاشوا أصلا من مغول الخزر وتبنوا الديانة اليهودية في ظروف غامضة لحماية أنفسهم. إحنا ناس كأقلية يهودية هؤلاء. السؤال أين اليهود الأصليون باعتراف مؤرخيهم؟ يعني هذا بعد ابنك هذا الكتاب سماحة السيد الإمام الشيرازي في كتابه هؤلاء اليهود يذكر هذه المعلومة الدقيقة. يعني هذا كلام موثق بل ينقل من مؤرخ من يهودي مؤرخ. يهودي يقول في كتابه القبيلة 13 أحسنتم على هذا القبيلة 13 تؤكد بأنه هؤلاء مو يهود حقيقيين. الأصليين تبعثروا وضاعوا في هذه المسيرة الإنسانية. عاشت إيدك. شكرا لجنابكم سماحة الشيخ عبد الحسن الفراتي الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة. الله جزاك الله خير ونسأل الله. الله لكم الموفقية والنجاح دائما ولكم إن شاء الله. أدرون الوقت انتهى إن شاء الله يسلمكم يحفظكم الله. مشاهدين الكرام وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة الخاصة، ونسأل من الله العلي القدير أن يدفع هذه الغمة عن هذه الأمة. حقيقة أبناء أمير المؤمنين الموالين لأمير المؤمنين هذه مو أول مرة يتعرضون لهذه المأساة العظيمة، لهذه الفاجعة الأليمة. عبر التاريخ الكثير مثل هذه المواطن والكثير مثل هذه الذكريات، ولكن عدت، وإن شاء الله أنه تمر هذه الأمور مرار الكرام، وإن شاء الله أنه أما الشعب العراقي يكون يعني باسط ذراعيه أنه داعم لهذه القضية. وفضل علمائنا، مراجعنا، شبابنا، مواكبنا، إن شاء الله واقفين معكم أيها الشعب اللبناني. نلتقيكم على خير، في أمان الله ورحمة الله وبركاته.